واش بيزيد لاباس؟ والله غدا باس عاد اخويا بيزيد راهم يعزوك 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 ياسر، ودائما يقول لك دير لنا ديديكاس، وكاين واحد واش قال لك؟ قال لك يا بيزيد احكي لنا على الجيل تاع هذا الوقت. قال لك كاين واحد، المهم هذا كان حالف على الزواج خلاص، قال ما نزيدش نزوج. كي لحقنا الوقت هذا راح لامه قال لها يا امه شوفي لك شمت لقيلي واحده بنت فاميليا. دارت له امه هاك حقا الا ضربت لاكوش ما جيت القلب، قالت له بيا ويفضل مقيدت لك واحده. قالت له ما كاش اللي دارها بالدار وجعدها، قالت وجعدها وجعدها بويها وما شافهاش، قالت له بويها وما شافهاش وقيله كاع. هيا المهم خطبوا له ذيك الطفله الله يربح. هيا المهم واحد النهار قعد هو وياها قال يا ودي انا نشوف هذا المخلوق انت استيها نشوفها. قعد معها، كي قعد معها قعدوا يتحاكاو 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 هكذا، ومن بعد حط يدو ايه على يدها على يدها فهمتني. قال هي ودي حابس شخصي، قلت له واش؟ قال هي ودي ما كانش كاع اللي حط يدو قبلي كيما هكذا، هبطت راسها هي ايه وكي هبطت راسها قال لك يا وغد وقيلا نويتها انا هذا المخلوق ولا حاجه. قال هي ودي سمحي لي ربما اني نويتك ولا بقات مهبطه راسها ما حبش تهضر معاه، قعدت مطولت شويه ومن بعد زاد عاود لها يا ودي. قال لها وقيلا راني ديرونجيتك حطيت يدي ولا حاجه. قالت له لا لا كنت نعد فيهم برك شحال واحد شحال واحد حط يدو. قلت له نكون صريح نكون صريح عماك. قلت له نحب نكون صريح عماك صراحه. قلت له غير الصراحه هذه والله من قلبي ونعرفها يا ودي. الله يدينا الخير اللهم امين يا رب العالمين.